الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على بلوغ المرامي للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وصلنا إلى كتاب الزكاة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الزكاة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والطهارة وصفوة الشيء. الزكاة في اللغة النماء والطهارة وصفوة الشيء. والزكاة شرعا قدر واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. قدر واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. والحكمة من مشروعية الزكاة تطهير النفس من الشح والبخل، تطهير النفس من الشح والبخل، وتطهير نفس البخيل من الحسد والضغينة، وتطهير نفس البخيل من الحسد والضغينة على الأغنياء، وسد حاجة الإسلام والمسلمين. والزكاة أحد أركان الإسلام، من جحد فرضيتها كفر بالله عز وجل إجماعا. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا الحديث دليل على مشروعية بعث الدعاة إلى الإسلام، دليل على مشروعية بعث الدعاة إلى الإسلام لينشروا دين الله عز وجل. والشرط في الداعية الذي يخرج فيدعو إلى دين الله عز وجل أن يكون عالما بأحكام الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وبعث كذلك أبو موسى رضي الله عنه إلى اليمن، وبعث غيرهما، ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عالما من أصحابه. فالذين يخرجون في الدعوة إلى الله عز وجل وهم على جهل بدين الله تبارك وتعالى، فهؤلاء خروجهم بدعة منكرة مخالفة للثابت الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففاقد الشيء لا يعطيه. فالجاهل الواجب عليه أن يجلس ويتعلم دين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين يخرجون ويدعون الناس إلى دين الإسلام لا يخرجون إلى الكفار غالبا، وإنما يأتون إلى المسلمين، ولا يدعون المسلمين إلى الإسلام الصحيح الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لجهلهم به، وإنما يدعونهم إلى طقوس ونواميس اخترعوها هم. لذلك حكم العلماء على هذه الجماعات التي تخرج وتسمى بجماعة الدعوة والتبليغ أو الأحباب وما شابه ذلك، حكموا عليهم بالبدعة، وأنهم في خروجهم آثمون وليسوا في خروجهم على طاعة من الله تبارك وتعالى. هذا الحديث دليل على أن الداعية الذي يدعو إلى الإسلام عليه أن يبدأ بالأهم فالأهم، عليه أن يبدأ بالأهم فالأهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعو للشهادتين، ثم بعد ذلك إن أطاعه الناس وأجابوه يدعو إلى الصلاة، فإن أجابوه يدعو إلى الزكاة. هذا الحديث دليل على
جواز صرف الزكاة على صنف واحد من الأصناف الثمانية. جواز صرف الزكاة على صنف واحد من أصناف الثمانية وهم الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لقوله تؤخذ من أغنيائهم هم فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر، وهذا القول هو الأظهر في أقوال أهل العلم إذا دعت المصلحة، إذا دعت المصلحة إلى نقل الزكاة إلى بلد آخر وعليه الآثار، واختاره ورجحه وانتصر له أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه الفريضة، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 50 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 ومائة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شات، فإذا زادت على 20 ومائة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شات، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري. وهذا الحديث كتب به أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه لما بعثه إلى البحرين. وهذا السياق الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جمعه من عدة روايات، وإلا فإنه ليس في البخاري في سياق واحد هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولكن هذه الألفاظ كلها في البخاري، جمعها الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الموضع. هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت 5 وأن فيها شاتاً، إذا بلغت 5 من الإبل فيها شاة واحدة، وفي 20 من الإبل 4 شياه، فالإبل إذا كانت دون 25 فإنه يخرج في زكاتها الغنم،
وزكاة كل شيء من جنسها، إلا أن هذا الموضع أخرجت الزكاة من غير جنسها لقلة مال المزكي، لقلة مال المزكي، فإنه إن أخذ منه شيئا من جنس الإبل أضر به ذلك. هذا الحديث فيه أن الإبل إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. هذا الحديث فيه أن الإبل إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، وبنت المخاض الأنثى هي ما استكمل من الإبل سنة، ما استكمل من الإبل سنة ودخل في السنة الثانية، سميت ببنت مخاض لأن أمها غالبا قد مخضت وحملت شيئا في بطنها. فإن لم يكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغ 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. وبنت اللبون هي ما استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، سميت ببنت لبون لأن أمها غالبا قد وضعت وصار فيها لبن. فإذا بلغت الإبل 46 إلى 60 ففيها حقة، وهي التي أتت عليها 3 سنين، وهي التي أكملت 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب، وأن يحمل عليها. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي التي أكملت 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة، فإذا بلغت الإبل 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان. فإذا زادت الإبل على 20 و100 فقد ثبتت الفريضة، واستقرت الفريضة في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وكلما زادت 10 تتغير الفريضة، وما دون العشر معفي عنه، هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الغنم،
وشرط ذلك أن تكون سائمة، وشرط ذلك أن تكون سائمة. والسائمة هي التي ترعى في المراعي دون شراء علف، فغالب أكلها، والسائمة هي التي ترعى في المراعي دون شراء الأكل لها، وغالب أكلها يكون بغير شراء، فهي التي ترعى أكثر الحول. فالغنم إذا بلغت 40 إلى 20 ومئة ففيها شاة واحدة، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا وصلت إلى 300 ففيها 3 شياه، وإذا زادت على 300 فقد استقرت الفريضة. هذا الحديث دليل على تحريم الحيل المفضية إلى إسقاط الزكاة، هذا الحديث دليل على تحريم الحيل المفضية إلى تحريم الزكاة بسبب جمع المتفرقات وتفريق المجتمعات، كأن يكون لشخص 40 شاة، فإذا علم بمجيء أصحاب الزكاة جعل 20 في مكان و20 في مكان آخر، وكذا لو كان لشخص 3 أشخاص لكل واحد 40 شاة فيجمعونها فتصير 20 ومئة، ولو كان لكل واحد 40 شاة فإن لكل واحد زكاة فيؤخذ منهم 3 شياه، فإذا جمعوها وصارت لشخص واحد فإنها حينئذ بهذه الحيلة يؤخذ منها شاة واحدة. هذا الحديث دليل على إثبات الخلطة والشركة في المواشي خاصة، هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز إخراج الهرم من الأنعام، فصاحب الزكاة لا يخرج في الزكاة من الأنعام المعيبة سواء كانت هرمة أو ذات عوار، ولا يأخذ صاحب الزكاة الذي يجبيها من صاحب الغنم أفضل ما عنده. هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الفضة لقوله وفي الرقة ربع العشر، ونصاب الفضة 200 درهم، وسيأتي الكلام على الفضة في حديث مستقل. هذا الحديث فيه أن من وجب عليه سن معين وليست عنده هذه السن يعطي ما هو أقل منها ويجبر النقص بمال، فمن وجبت عليه جذعة فإنه يعطي حقة ويجبر النقص بمال أو بشاتين وما شابه ذلك. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدلة،
أو عدله معافر، رواه الخمسة. واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمر أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن حال من دينارا أو عدله معافرة. هذا الحديث حديث حسن على الصحيح من أقوال أهل العلم. قوله تبيعا أو تبيعة، التبيع هو ما أتم الحول ودخل في السنة الثانية، ما أتم الحول ودخل في السنة الثانية سمي تبيعا لأنه لا يزال يتبع أمه. قوله مسنة، المسنة هي التي أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة. قوله ومن كل حال من دينارا، الحالم هو الذي بلغ مبلغ الرجال، والدينار يزن 25 جزءا من الجرام، وأربع جرامات. والمعافر ثياب تنسج في اليمن. هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، دليل على وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت 30 ففيها تبيع، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، وإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، وإذا بلغت 80 ففيها مسنتان. هذا الحديث دليل على أن الذمية تؤخذ منه الجزية إذا بلغ الحلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد. ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، رواه أحمد. هذا الحديث حديث ضعيف، فيه أسامة بن زيد الليثي، فيه أسامة بن زيد الليثي. هذا الحديث دليل على أن عمال الزكاة يذهبون إلى أصحاب الأموال من الإبل والغنم ونحوها على مياههم وعلى دورهم، يذهبون إلى أصحاب الأموال على مياههم أي أماكن رعيهم وعلى دورهم لقبض الزكاة منهم، ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بالزكاة إلى الحاكم، ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بالمال إلى الحاكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، ولا تفرق إبل عن ليس على المسلم، ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة. قبله عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث دليل على عدم وجوب الزكاة فيما اختصه المسلم لنفسه،
فيما اختصه المسلم لنفسه من الرقيق والخيل والسيارة والبيت التي يركبها والبيت الذي يسكنه. فكل مال عند الإنسان لا ينمو ولا يزيد ولم يتخذه للنماء والزيادة فلا صدقة فيه فالفرش والأواني والسيارات والمباني التي اتخذها الإنسان ليسكن عليها لا زكاة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. ثم ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. الحديث وإسناد الحديث حسن، وهو صحيح لغيره بشواهده. هذا الحديث دليل على أن في كل 40 سائمة من الإبل بنت لبون. وتقدم في حديث أنس رضي الله عنه أن بنت اللبون تجب في 36. إلى 45. فالحديث جاء تقريبيا وإلا فإن بنت اللبون تجب في أقل من 40. هذا الحديث فيه تحريم التفريق بين المالين الخليطين من الماشية فرارا من الزكاة. هذا الحديث فيه أن من أدى الزكاة عن طيب نفس طالبا للأجر من الله عز وجل فله أجره ومن منعها فعليه وزره، ومن منعها فإنه يأثم بمنعه لحق الله عز وجل. هذا الحديث فيه أن من منع الزكاة فإنه تؤخذ منه قهرا نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليك وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يعول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاض مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم. الحديث هذا الحديث حديث حسن أو حديث صحيح والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر بن رضي الله عنه حديث ضعيف. هذا الحديث دليل على أن نصاب الفضة 100 درهم وهذا مجمع عليه. والـ100 درهم تساوي 595 جراما من الفضة
95 أو 95 و500 جرام فضة. هذا الحديث دليل على أن نصاب الذهب 20 دينارا، والعشرون دينار تساوي بالجرام المعاصر 85 جراما، 85 جراما. فمن بلغ الذهب عنده 85 جراما فإنه يزكي منه. وهذا وهذا الذهب هو الذهب الخالص، هو الذهب الخالص عيار 24. أما الذهب الذي يوجد في أيدي الناس اليوم فليس ذهبا خالصا، فليس ذهبا خالصا. يضرب الذهب في نسبة معينة حتى يخلص أولا، فإذا وصل ذهبا خالصا إلى 85 جراما فإنه يزكى منه. هذا الحديث دليل على اشتراط الحول لوجوب الزكاة. وهو أن يمر على المال إذا امتلكه صاحبه بعد بلوغ النصاب سنة كاملة، سنة كاملة. وهذا خاص ببهيمة الأنعام والنقود والسلع التجارية. وأما الزروع والثمار فلا يشترط لها الحول، فلا يشترط لها الحول، فإنها تؤخذ يوم الحصاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه، أي أنه موقوف على علي رضي الله عنه. هذا الحديث دليل على أن البقر العوامل التي تستعمل في الحرث، التي تستعمل في الحرث وفي الزرع وفي السقي، لا زكاة فيها، لأنها آلة عمل وليست من الأموال النامية، لأنها آلة عمل وليست من الأموال النامية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يترك حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له. الحديث والحديث ضعيف، والشاهد الذي ذكره أيضا المرسل شاهد ضعيف، والشاهد ضعيف، ولكن مع ضعفه تعضده عمومات الشريعة. هذا الحديث دليل على تنمية، دليل على مشروعية تنمية مال اليتيم بالتجارة وغيرها. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، إلا أن معناه صحيح، فإن هذا الاتجار من الإصلاح لمال اليتيم، من الإصلاح لمال اليتيم. قال الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال اليتيم، دليل على وجوب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ الحول، إذا بلغ الحول وبلغ النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. هذا الحديث دليل على مشروعية الدعاء لمن أخرج زكاة ماله بصلاة الله عليه، دليل على مشروعية الدعاء لمن أخرج زكاة ماله بصلاة الله عليه، فيقال اللهم صل على فلان، فيقال اللهم صل على فلان. هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء، والصلاة شعار ذكر الأنبياء، ولكن تجوز أحيانا على غير الأنبياء والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. ثم ذكر حديث العباس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته الحديث، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني وأحمد شاكر رحمة الله عليهم. يستدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، على تعجيل زكاة إخراج الزكاة قبل تمام الحول، وقيدها بعض أهل العلم بما إذا كان من تعجيلها مصلحة للمسلمين، كان توجد مجاعة أو توجد حاجة عامة، أو دخل شهر رمضان واحتاج الناس لهذه الزكاة، والتعجيل إحسان من المعجل فعمله جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، فليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، فليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفق عليه. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة على من عنده الأنصبة المذكورة، على من عنده الأنصبة المذكورة، فنصاب الإبل خمس وفيها شات، ونصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، ونصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، وهي 300 صاع بالصاع النبوي، وتساوي 75 و600 كيلو جرام بمقاييسنا المعاصرة، وتساوي 75 و600 كيلو جرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود أو كان بعلن العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. قوله العيون جمع عين، وهي الينابيع التي تنبع من الأرض، وهي الينابيع التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال. قوله أو كان عثريا، قوله أو كان عثريا، العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سق، هو الذي يشرب بعروقه من غير سق. قوله وفيما سقي بالنضح، قوله فيما سقي بالنضح أي سقي الزرع بالماء الذي ينضحه الناضح،
ويدخل في ذلك السق بالآلات العصرية. قوله أو كان بعلا، البعل هو الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من غير سق، بماء السماء من غير سق، وهو مقارب للعثري. قوله وفيما سقي بالسواني، السواني جمع سانية، وهي الدابة من الإبل أو البقر تذهب وتجيء تخرج الماء من البئر، تخرج الماء من البئر. هذا الحديث دليل على أن الواجب في الحبوب والثمار التي سقيت بلا مؤنة أن يخرج فيها العشر، أن يخرج فيها العشر. والحديث دليل على أن الحبوب والثمار التي سقيت بكلفة ومؤنة أن يخرج فيها نصف العشر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.